حتى النهاية في دمي. توبوا إلى ربي إن الملكوت قريب. عودوا إلى الحب فالفرج عنه قريب. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. تكن نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة، نبدأ الزمن الأربعيني، زمن الصوم، زمن التوبة والعودة إلى الله تعالى. نبدأ هذه الذبيحة الإلهية بوضع الرماد على جباهنا كرمز للتوبة. في العهد القديم كان الذي يتوب يلقي على رأسه الرماد ويجلس على الرماد كتوبة له إلى الله تعالى. ما زالت الكنيسة تحتفظ في هذا الطقس كرمز للتوبة في بداية زمن الصوم، زمن الأربعيني. لهذا نعمل هلا، نصلي على الرماد ونضعه على جباهنا، وبعدها نواصل القداس الإلهي. أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله أبينا خاشعين كي يبارك بفيض نعمته هذا الرماد، وقد نوينا ذره على رؤوسنا دلالة على توبتنا. لنصلي. أيها الإله الذي لا يرغب في موت الخطأ بل في توبتهم، استمع تضرعاتنا وارحمنا. تعطف وبارك هذا الرماد. وقد نوينا ذره على رؤوسنا ونحن على يقين من أننا تراب وإلى التراب نعود. ووطد عزائمنا لنقبل على أعمال التوبة والكفارة في هذا الزمن الأربعيني، فننال غفران خطايانا ونحيا الحياة الجديدة على صورة ابنك القائم من القبر، المسيح ربنا الحي المالك إلى دهر الدهور. ترتيلة على صفحة 320 صليبي.
نصلي. هب لنا أيها الرب أن نستهل اليوم بصوم مقدس درب جهادنا الروحي، فنتسلح بالقناعة ونقاوم تجارب الأرواح الشريرة. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلها إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر يوئيل النبي. والآن يقول الرب: توبوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والانتحاب، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وتوبوا إلى الرب فإنه رؤوف رحيم طويل الأناة وكثير الرحمة ونادم على الشر، لعله يرجع ويندم ويبقي وراءه بركة وتقدمة وسكيبا للرب إلهكم. انفخوا في البوق في أورشليم وقدسوا الصوم ونادوا باحتفال، اجمعوا الشعب وقدسوا الجماعة واحشدوا الشيوخ واجمعوا الأطفال وراضعي الأسداء، وليخرج العروس من مخدعه والعروسة من حجلتها. بين الرواق والمذبح يبكي الكهنة خدام الرب ويقولون: أشفق يا رب على شعبك، ولا تجعل ميراثك عاراً حتى تتسلط عليهم الأمم. فلماذا يقال في الشعوب: أين إلههم؟ لقد غار الرب على أرضه ورقى لشعبه. كلام الرب. ارحمني يا الله على قدر رحمتك وعلى قدر رأفتك امحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني. إني أنا عارف بآثامي وخطاياي أمامي في كل حين، لك وحدك خطئ والشر قدامك صنعت. ارحمنا يا الله لأن خطئنا. قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. ارحمنا يا الله لأن خطئنا. اردد لي بهجة خلاصك، وبروح كريم اعضدني. يا رب افتح شفتي ليخبر فمي بتسبحتك. ارحمنا يا الله لأن خطئنا. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، باسم المسيح نحن سفراء، والله هو الذي يدعوكم بلساننا، فنسألكم باسم المسيح أن تصالحوا الله.
ذاك الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا كيما نصير به بر الله. ولما كنا نعمل مع الله فإننا نناشدكم ألا تنالوا نعمة الله لغير فائدة، فإنه يقول: في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أغثتك. فها هو ذا الآن وقت القبول حقا، وها هو ذا الآن يوم الخلاص. كلام الرب. شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير. المجد لك يا رب المجد. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إياكم أن تعملوا بركم بمرأة من الناس لكي ينظروا إليكم، فلا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا تصدقت فلا ينفخ أمامك في البوق كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع ليعظم الناس شأنهم. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا تصدقت فلا تعلم شمالك ما تفعل يمينك، لتكون صدقتك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صليت فادخل حجرتك واغلق عليك بابها وصلي إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صمتم فلا تعبسوا كالمرائين، فإنهم يكلحون وجوههم ليظهر للناس أنهم صائمون. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا يظهر للناس أنك صائم، بل لأبيك الذي في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. توبوا إلي بكل قلوبكم، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وتوبوا إلى الرب. نبدأ زمن الصيام، زمن الأربعيني، 40 يوما من الصوم، صلاة على مثال السيد المسيح 40 يوما، وعلى مثال مسيرة الشعب العبراني 40 يوما، ونحن نسير في هذا الزمن 40 يوما لنلتقي مع المسيح القائم.
هذا الزمن زمن الصوم الذي هو بالنسبة للكنيسة من أهم الأزمنة. هذا الزمن ليس زمن حرمان من الأكل، إنما النظرة السلبية إنه نحرم أنفسنا من الأكل وننسى الأمور الأخرى لهذا الزمن لروحانيته. هو زمن تسامن، أي ارتفاع عن الأمور الدنيوية. هو زمن سيطرة على الذات من خلال حرمان أنفسنا مما نحب. نحرم أنفسنا مش فقط من الأكل، ولكن من أمور كثيرة منحبها. في الزمان كان فقط الأكل بالنسبة للكنيسة تطلب الحرمان منه، اليوم نقدر نحرم أنفسنا من أمور الأكل وغير الأكل، الفيسبوك، تلفزيون، أنانيتنا، أمور أخرى دنيوية متعلقين فيها، الدخان، الأرجيلة، نقدر نحرم أنفسنا. زمن هو حرمان، ولكن ما بنحرم أنفسنا حتى نحرم أنفسنا، ولكن حتى نتسامى ونرتفع عن الأمور الدنيوية. هو زمن قداسة، ما ننظر له زمن حرمان، هو زمن قداسة نقترب فيه من الله أكثر فأكثر من خلال التوبة والعودة إلى الله، من خلال مساعدتنا كل إنسان. لما منساعد كل الإنسان نحن نقترب من الله تعالى. لهيك اللي منصوم عنه هو ملك الفقير والمحتاج، مش ملكنا. من خلال الصلاة، الصلاة اليومية، صلي في بيوتنا، من خلال حضورنا الذبيحة الإلهية أيام الآحاد، من خلال حضورنا درب الصليب اللي فيه نتأمل بآلام السيد المسيح، فهو زمن قداسة مش زمن حرمان، زمن صلاة، زمن صدقة، وزمن توبة. ثلاث مع بعض: صوم، صلاة، صدقة، ما ممكن ينفصلوا عن بعض، مثل القدر بركب على ثلاث رجلين، إذا على ثنتين بقع، ونفس الشيء صيامنا بركب على ثلاث صادات: صوم، صلاة، صدقة. صمنا حرمنا أنفسنا بدون صلاة بدون صدقة، صيامنا باطل. صمنا وما عملنا صدقة أيضا صيامنا مش كامل. صمنا وما عملنا صلاة بدون صلاة حرمنا أنفسنا وعملنا خير بس ما في صلاة اللي فيها منتحد مع الله، صيامنا غير كامل. فنعيش الصيام الزمن الأربعيني، بده صلاة نصلي في البيت، في الكنيسة نصلي أكثر، بده نعمل خير مع المحتاجين وما نصوم عنه نعطيه للمحتاج، وبده الحرمان، الحرمان حتى نقوي إرادتنا. الصوم مش معناه مع القيامة بنتهي حياتنا، بنرجع لأول، نوكل، نشرب، ما نفكر في الآخرين، نترك الصلاة بعد القيامة. لا، احنا بنبدأ مسيرة حتى نصل المسيح القائم، وبعدها تستمر حياتنا بالاتحاد مع المسيح القائم، تستمر حياتنا بأننا مسيحي قائم لإنسان جديد. ما بتوقف من القيامة ونرجع، إنه فقط كأنه هالزمن الأربعيني هو زمن منعزل بدنا نعيشه بعدين خلاص تنتهي أمره. لا، هو زمن حتى يربينا، حتى يجعل منا مسيحي صالح ملتزم بإيمانه المسيحي بعد قيامة يسوع المسيح. اليوم نبدأ مثل مغامرة، مسيرة،
إذا بدنا تثمر في حياتنا بدنا نعيش روحانيتها، صوم، صلاة، صدقة، وإلا بتكون أيام صعبة وأيام يأس إلنا، ولكن إذا صمناها بروحانيتها رح نشعر بالفرح إنه اقتربنا من الله، إنه بالفرح منفكر بالآخرين، وإنه منقدس ذواتنا وأنفسنا، وهيك منصل لقيامة المسيح، منقوم معه لإنسان مسيحي صالح، إنسان مخلوق على صورة يسوع المسيح القائم من القبر. إن شاء الله مسيرة الصيام نأخذها بجدية، ما فقط نفكر في الصيام بالأكل ولا هو جزء بسيط، ولكن فيه الصلاة، فيه عمل الخير، فيه التوبة إلى الله، كلها بتجتمع مع بعض بتشكل منظومة الصيام المسيحي اللي اليوم بديناه ورح يستمر 40 يوم. إن شاء الله أمنا مريم العذراء ترافقنا بهالمسيرة حتى أنه تساعدنا كمان نمشي ونسير في زمن الصيام مقتربين من ابنها يسوع المسيح. آمين. جدد إيماننا، نؤمن بإله واحد. واحد يسوع المسيح. نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم، مات وقبر، وقام في اليوم الثالث السماء، وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعتر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأن ترجى قيامة الموتى والحياة في. أيها الإخوة الأحبة، الصيام فريضة من الله على الإنسان منذ أن أمر الله الإنسان بالامتناع عن شجرة معرفة الخير والشر، وحاجة اختبرها المسيح في البرية لتعليمنا. لذلك نصلي الآن من أجل أن يجعل الله صيامنا صلاة واعتكافا وتجديدا للقلوب، وتبديلا للدروب، وطلبا لرحمة الله برحمة الآخرين من أهل الجوع والدموع والحرمان. من أجل أن نتخذ من الصيام مسيرة توبة وتجديد واعتكاف، ندق فيها صدورنا ونمزق فيها قلوبنا ندامة واستغفارا إلى الرب نطلب، استجب يا رب. من أجل أن نقصد بصيامنا عن الطعام وانقطاعنا عن الزفر وجه الله، وأن نبتغي في كل أمر حبه ورضاه، إلى الرب نطلب. من أجل أن نزكي صيامنا بالصلاة وصلاتنا بالصدقة، وأن ندخر حصة الله من أرزاقنا ونحن صائمون للفقراء والمساكين، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا الصائمين عن الطعام والممسكين عن الزفر، لكي يصوموا عن خروجهم على الله بالعصيان وعن إيذاء الناس باللسان، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وهي الصائمة الزكية والعابدة الرضية، وتلهمنا أن نطلب رحمة المسيح برحمة الآخرين لنكون عند المسيح صائمين، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من أوصيتنا بالصيام سبيلا إلى الله ووسيلة نقهر بها أعداء الحياة،
نسألك فاتنا لا نجعل صيامنا اقتصادا في المصروف وتوفيرا في الإنفاق، ولا نكون على الصيام الحزين جياعا محرومين لا أجر ولا ثواب، واجعل صيامنا انفتاحا عليك بالحب والإيمان وعلى الآخرين بالرحمة والإحسان. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. تباركت أيها الرب الكون يا من شتى لنا خبز الحياة. تبارك الله إلى الأبد. إننا نقدمها لك من ثمر الكرم عمل الإنسان لتغدو لنا كأس الخلاص. صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. هذه هي الذبيحة التي نقدمها لك يا رب في بدء هذا الزمن الأربعيني. قدرنا بها على أن نكبح شهواتنا بأعمال التوبة والمحبة، وأن نبرأ من خطايانا فنكون أهلاً لأن نقيم ذكرى آلام ابنك المسيح الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى الواجب وخلاصي أن نشكرك بكل زمان ومكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا، فإنك تهيب كل عام بالمؤمنين إلى الاستعداد للأعياد الفصحية فرحين بقلوب طهرتها الندامة والتوبة، فإذا مارسوا فروض التقوى وأعمال المحبة والرحمة وساروا على وفق الأسرار المقدسة التي ولدتهم روحياً بلغوا ملء حياة أبناء الله الجديدة. لذلك إننا مع الملائكة رؤساء الملائكة مع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد قائلين إلى الصباح السماء والأرض مملوءتان من مجدك هوشعنا في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة. نسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد ودم ابنك يسوع المسيح ربنا. فهو حين
إنما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا هذا سر الإيمان لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة كأس الخلاص نشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه أن يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا اذكر يا رب كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها بلغها كمال المحبة والقداسة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس رئيس أساقفتنا بيير باتيستا أسقفنا ويليام جمع الأساقفة سائر الإكليروس اذكر يا رب إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة جميع المتوفين إلى رحمتك لنذكر موتانا اجعلهم جميعا ينعمون بنور وجهك البهي وإياك نسأل أن تنزل غزير نعمك ومراحمك علينا أجمعين على المرضى والخطأ على الذين طلبوا صلواتنا على الحاضرين ها هنا وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع أمنا البتول مريم العذراء القديسة والدة الإله مع الرسل الأطهار جميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح فبالمسيح مع المسيح وفي المسيح نرفع إليك يا الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور والآن أيها الإخوة ندعو الله بالصلاة التي علمني يا سيدنا يسوع المسيح طالبين أن يقينا من كل مكروه يجعلنا أهلا لملكوته السماوي ولنرتل القائلين الذي في ليأتي ملكوتك ليتكن مشيئتك
من جميع الشرور، تعطف امنح سلامك في قلوبنا، عائلاتنا، بلادنا، امنح شفاءك لمرضانا، غفرانك لخطايانا، والراحة الأبدية لموتانا. واعضدنا يا رب بنعمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر لخطايانا وضعفنا البشري بل لإيمان وقداسة كنيستك وقديسيها، تنازل أعطي الوحدة والسلام والقداسة بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما بروح المحبة والأخوة والمسامحة، تبادلوا سلام المسيح. جسد يسوع المسيح حمل الله حامل خطايا العالم، الذي يعطينا الحياة الأبدية. طوبى لنا نحن المدعوين لتناول جسده ودمه الأقدسين. شو عليك؟
أصلي. اللهم لتكن الأسرار التي قبلناها عونا لنا طوال هذه الأيام المقدسة، فيكون صومنا مرضيا عندك وعلاجا شافيا لنفوسنا بالمسيح ربنا. الرب معكم. بشفاعة أمنا مريم العذراء الكلية القداسة تحل بركة الله القادر على كل شيء عليكم جميعا وعلى عائلاتكم، وتستقر دائما معكم، تمنحكم الأمن والسلام والطمأنينة، تبعد عنكم كل أذية وشر، باسم الآب والابن والروح القدس. بنبه انه في عندنا شبيبه جامعيه وعامله كل يوم سبت على الاربعاء، في عندنا برضه الكشاف اللي بيجتمع حاليا كل يوم جمعه، فيا ريت نشجع اولادنا وبناتنا يلتحقوا بالكشاف او بالشبيبه. برضه بشكر في النهايه النور سات اللي غطوا لنا الاحتفال، ممثل بالدكتوره باسمه السمعان وحضورها معنا، فالكم الشكر وربنا يبارك التلفزيون اللي بيخدم وبيأدي رسالة كبيرة في بيوتنا المسيحية. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. ترتيل على صفحة 507. اللي ما ترمت بيقدر يجي هلا من رمض.